طيب عايز اختم اخبار المنتخب الاولمبي بتصريحات لمحمد محمود نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب الاولمبي المصاب واللي تعرض لاصابه اخرى في الرباط الصليبي. طبعا احنا عارفين الاصابه كلها عباره عن ايه، الرجل السليمه هي اللي اتصابت مش اللي كانت متعوره اصلا، فبالتالي اللاعب موجود في المانيا وكان حريص جدا جدا على توجيه رساله لزملائه في المنتخب الاولمبي قبل خوض غمار بطوله الامم الافريقيه. نروح نشوف الرساله يلا. أول حاجة حابب أشكر كل اللعيبة والجهاز الفني على دعمهم ليا الفترة اللي فاتت، وإنهم افتكروني قبل بطولة مهمة زي دي. كل التوفيق ليكم طبعا، البطولة على أرضنا وده دافع كبير جدا إن احنا ناخد البطولة ونفرح الشعب المصري. أكيد أكيد كان نفسي أكون موجود معاكم، بس إن شاء الله تعملوها وأكون موجود معاكم بإذن الله في طوكيو 2020. بالتوفيق يا شباب. باذن الله باذن الله تعالى يكون موجود مع منتخب مصر في اولمبياد طوكيو. عجبني جدا ان هو يعني حاطط لنفسه اهداف عايز يوصل لها مع المنتخب الاولمبي حتى لو مش معاهم في الفتره دي، بس هيجهز نفسه يرجع من الاصابه ان شاء الله عشان يكون معاهم في اولمبياد طوكيو بعد التاهل باذن الله تعالى. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ونتمنى لمحمد محمود العوده سريعا سالما للملاعب، لان كل جماهير الكره المصريه في الحقيقه في انتظاره ومتشوقه لرؤيته في الملعب.